السلام عليكم. ان شاء الله الحصه نشوف كيفاش نخدموا هاد البابيون، تزوقي بها الاكسسوار ديال الكوزينه. غادي نبدا بسم الله. عندي القطعه ديال 6 سنتيمتر، غادي ندير لها هكذا ونولي نتنيها هكذا ونولي نتنيها هكذا ونخيطها من هنا. خيطتها من هنا، غادي نولي كذلك نخيطها من هنا. صافي خيطتها من هنا وخيطتها من هنا. بالنسبه للعبار درت فيها 11 على 8 ديال السنتيمتر، وانتم ديروا اي عبار بغيتي. خيط جوج خياطات وغادي نقلب وغادي نمشي لهنا، حيت هي غادي تكمش لي بهذا الشكل. غادي نمشي نقطعها هكا، نقطع غير القطعه الفوقانيه والقطعه التحتانيه ما نقيسهاش. من بعد غادي نقلبها من ديك البلاصه مناش تقبتها، عندك تمشي تقيسوها من هنا. وبالنسبه للوريضه خليو هادشي بحال الا كان عندكم شي زواق فيها، خص لابد تكون حتى الورده الاخرى نفسها باش ما يجيكمش شي اختلاف. دابا شنو غادي ندير؟ غادي نتنيها هكذا وغادي نمشي بالبليات هكا، بليه 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 حتى التاليه، ونزيد نتنيها الفوق بهذا الشكل. غادي نجمعها بالخيط بهذا الشكل ونرجع. قديتها مزيان، دابا غادي نخيط من ديك البلاصه من شقطات. دابا غادي نجمعها بالعبار اللي بغيت وغادي نقطع. صافي غادي نثبتها في البلاصه اللي بغيت نديرها، وهذا هو الشكل النهائي. تنتمنى تكون عجبتكم الفكره. مع السلامه.